حلب بشمالها وغربها وشرقها تلتهب، فالمعارك بين النظام والثوار مستعرة. ملحمة حلب الكبرى تواصل معاركها ضمن المرحلة الثالثة التي دخلت يومها الثالث، وسط تقدم بطيء للثوار ومحاولات متكررة للنظام لاستعادة السيطرة على المناطق التي خسرها خلال المرحلة الأولى من المعركة. معطيات تشي بصعوبة المعركة وكم الثقل الذي يضعه النظام لمنع الثوار من فك الحصار عن 300 ألف مدني محاصر في المناطق الشرقية من حلب. من ناحيتها تصدت كتائب الثوار لمحاولة قوات النظام والميليشيات الداعمة له اقتحام تلة مؤتة ومشروع 1070 شقة في محيط مدينة حلب، حيث جرت اشتباكات بين الطرفين وأسفرت عن مقتل 20 عنصراً من النظام. وتزامن ذلك مع غارات للطيران الحربي على مناطق الاشتباكات، كما تمكن الثوار اليوم الاثنين من تدمير دبابة وآلية مجنزرة لقوات الأسد على جبهتي منطقتي العويجة والملاح شمال حلب. ومن الشمال إلى الشرق، أعلن الثوار عن تفجير ألغام أرضية برتل للنظام على طريق إثريا خناصر شرق حلب، ما أسفر عن تدمير آلية عسكرية للأخيرة. لحلب أيضاً نصيب من القصف، حيث شن الطيران الحربي الروسي غارات بالصواريخ المظلية والارتجاجية على حي الليرمون في مدينة حلب وعلى مدينة دارة عزة وبلدة أورم الكبرى بالريف الغربي، ما أوقع عشرات شهداء وعدة إصابات في صفوف المدنيين. كما ألقى الطيران المروحي عدة براميل تحوي غاز الكلور السام على بلدة خان العسل في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى إصابة 20 مدنياً بحالات اختناق.